بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أصناف النساء إلا ما كان من المؤمنات والمهاجرات، ثم قال لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك. وأحل الله عز وجل فتياتكم المؤمنات وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي، وحرم كل ذات دين غير دين الإسلام. قال ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك، إلى قوله خالصة لك من دون المؤمنين، وحرم سوى ذلك من أصناف النساء. وعن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تعير النساء اللاتي وهبن أنفسهن لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت ألا تستحي المرأة أن تعرض نفسها بغير صداق؟ فنزل أو قال فأنزل الله ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك. قالت إني أرى ربك يسارع لك في هواك. وعنها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستأذن إذا كان يوم المرأة منا بعد أن نزلت هذه الآية ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك. قالت فقلت لها ما كنت تقولين له؟ قالت كنت أقول إن كان ذلك إلي فإني لا أريد يا رسول الله أن أوثر عليك أحدا. أحاديث من مسند الإمام أحمد رحمه الله تتعلق بآية في سورة الأحزاب، وهي قول الله عز وجل يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك، وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك، وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي، إلى آخر الآية. هذه الآية من هذه السورة تدل على أن الله سبحانه تبارك وتعالى أباح للنبي صلى الله عليه وسلم وأحل له ما لم يبحه لغيره عليه الصلاة والسلام، فجعل له أن يتزوج ما شاء من النساء، فقال إنا أحللنا لك أزواجك هؤلاء اللاتي معك، إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي أتيت أجورهن كذلك وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك. فأحل الله عز وجل له ما معه من النساء، وأحل له كذلك ملك اليمين، يعني يشتري إماء أو يكون في نصيبه صلى الله عليه وسلم من المغانم سريات، فأباح الله عز وجل له ذلك. كذلك أباح له قال وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك، يبقى قربات للنبي صلى الله عليه وسلم بقيد أن يكون من المهاجرات، يبقى بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت مهاجرة إليه عليه الصلاة والسلام، فكأن المفهوم أنها إن لم تكن مهاجرة فلا ما تكونش، وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك. فهنا التفضيل والتمييز بكونهن مهاجرات إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى من بقين بمكة ولم يهاجرن إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفضلنا المكث بمكة فليس للنبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج منهن. من هؤلاء من بقيت بمكة أم هانئ أخت علي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنها، هذه لا تحل للنبي صلى الله عليه وسلم لأنها لم تهاجر للنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أسلمت متأخرة
وكانت من الطلقاء الذين كانوا في مكة حين فتحها النبي صلى الله عليه وسلم عليه. فقيد القريبات بأن يكن مهاجرات إلى النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أباح له سبحانه وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها، وهذه الصورة خالصة لك من دون المؤمنين. هذه الصورة أن امرأة تهب نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم فتزوجها بغير مهر بغير صداق، وهو أولى بها من أهلها عليه الصلاة والسلام. فكانت الواهبات تهب المرأة نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، فقد يتزوجها وقد لا يتزوجها عليه الصلاة والسلام. فالله أباح له ذلك وقال له ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، يعني حسب ما تريد أنت أبحنا لك ذلك. هذه حكمة من الله سبحانه تبارك وتعالى. كما ذكرنا قبل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو رجل واحد عليه الصلاة والسلام مطلوب منه أن يبلغ الأمة جميعها رجالها ونساءها صغارها وكبارها الأحكام الشرعية، بعث إلى الإنس وبعث إلى الجن عليه الصلاة والسلام. وقد قدره الله سبحانه بأن عصمه من الناس، قال والله يعصمك من الناس. وقد حفظه الله سبحانه وحفظه صلوات الله وسلامه عليه، فقال لا تحرك به لسانك لتعدل به، إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. يبقى هذا النبي المعصوم عليه الصلاة والسلام الذي كانوا يتحدثون أصحابه عنه عليه الصلاة والسلام أنه أوتي قوة 40 رجلا، أوتي قوة 40 رجلا. يبقى هو قدره الله عز وجل بأن قواه على عبادته وقواه على تبليغ رسالته سبحانه تبارك وتعالى. ولكن مهما كان هو واحد عليه الصلاة والسلام والناس كثيرون، منهم من يقدر أن يصل إليه ومنهم من لا يقدر أن يصل إليه. إن وصل إليه الرجال فلعل النساء لا يقدرن على الوصول إليه جميعهن. لذلك كان من الحكمة أن يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم بأكثر من امرأة لحكمة التبليغ، أن تبلغ نساء النبي صلى الله عليه وسلم ما نزل من أحكام كتاب الله سبحانه وما كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أزواجه سيحدث شيء من الغيرة بين نساء النبي صلى الله عليه وسلم، ونحتاج لمعرفة الحكم في ذلك، ما الذي يتغاضى فيه من أمور النساء وما الذي ينبغي أن توقف المرأة عليه وتنبه وتؤدب وتعلم فيه. لو كانت امرأة واحدة لعلها المرأة الواحدة تحتاط لنفسها ألا تؤذي النبي صلى الله عليه وسلم أبدا، مش هنعرف حكم من الأحكام الشرعية بسبب امرأة واحدة. تكثر النساء عند النبي صلى الله عليه وسلم تحدث الغيرة بين النساء والتنافس على طاعة الله عز وجل، كل واحدة تريد أن تبلغ أمر الله سبحانه وتبلغ ما نزل في بيتها من آيات وما كان من أحكام النبي صلى الله عليه وسلم. المرأة الواحدة لا تكفي أن تبلغ، يبقى هنا نساء النبي صلى الله عليه وسلم إذا كثرنا يبقى تقدر كل واحدة أن تبلغ مجموعة من النساء الأحكام الشرعية. الأسئلة التي ترد إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم مش كل امرأة تقدر تصل إليه صلى الله عليه وسلم في السؤال، ولكن قد يصلنا إلى نساء النبي صلى الله عليه وسلم فيسأل فيأتي الجواب من عند الله. الحوادث تكثر، ومش كل مرة هتخرج امرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم معه في غزوة من الغزوات وتكون هي نفسها في هذه المرة هي اللي في المرة التالية، هذا تعب لها، والنبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بيخرج بنفسه في كل الغزوات، وإنما خرج بنفسه في بعضها، قيل 19 غزوة خرجها بنفسه صلى الله عليه وسلم، وقد أرسل بعوثا وسرايا تربو على 100 إلى الجهاد في سبيل الله عز وجل. فخرج في هذه المرات في كل مرة يخرج معه بإحدى نسائه في القرعة يخرج. فتعلمنا من أحكام النساء مع كثرة نساء النبي صلى الله عليه وسلم تعلمنا الكثير من الأحكام الشرعية. فقد أباح الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج ما شاء من النساء، فجمع في وقت واحد صلى الله عليه وسلم معه 9 من النساء على ما سيأتي. هنا في الأثر لابن عباس رضي الله عنهما رواه الإمام أحمد ورواه الترمذي وحسنه، وإن كان إسناده فيه ضعف، إسناد هذا الحديث اللي رواه ابن عباس فيه ضعف. الحديث فيه أنه نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أصناف النساء إلا ما كان من المؤمنات المهاجرات، أن الله عز وجل أباح له أن يتزوج من المؤمنات بقيد الهجرة.
ثم قال: لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج. فحرم على النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أن يتزوج غير من معه. يبقى هؤلاء اللاتي مع النبي صلى الله عليه وسلم منع أن يتزوج بعد ذلك فوقهن. وقال له ربه سبحانه: لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك. يبقى ما كان من غنائم، ما كان من سبي، فهذا جائز ومباح لك عليه الصلاة والسلام. قال: وأحل الله عز وجل فتياتكم المؤمنات. قال: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي. هذا يقول ابن عباس. وحرم كل ذات دين غير دين الإسلام. قال: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. أنه لا ينبغي للنبي صلى الله عليه وسلم أن يتزود بامرأة كافرة، بامرأة يهودية أو نصرانية، هذا ليس له صلى الله عليه وسلم. يجوز للمسلمين أن يتزودوا من كتابيات، أما هو يجوز له أن يتسرى أن تكون أما عنده، عبد عنده، زي ما كانت هاجر أما عند إبراهيم على نبينا عليه الصلاة والسلام، أو كانت عند سارة ثم وهبتها لإبراهيم عليه الصلاة والسلام. فكذلك كانت ماريا القبطية لم تكن زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم. لا ينبغي أن تكون نصرانية تكون أما من أمهات المؤمنين، هذا لا يجوز. فلذلك كان نساء النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله سبحانه: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. كيف تكون زوجة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم نصرانية والله يقول ويطهركم تطهيرا؟ هذا لا يكون. وإن كانت أسلمت بعد ذلك لكن لا تكون زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم امرأة نصرانية. وذلك يخطئ كثير من الناس حين يقولون كانت ماريا زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم، ويقولون كانت هاجر زوجة لإبراهيم الخليل على نبينا عليه الصلاة والسلام. هذا من عدم تحريهم، وللأسف بعض المشايخ يقولون ذلك. هذا خطأ ناتج عن عدم الدراسة وعن عدم النظر في ذلك. هذه هاجر كانت أمة عند إبراهيم، كانت أمة ولد. كذلك ماريا القبطية كانت أمة عند النبي صلى الله عليه وسلم، لم تكن زوجة له صلى الله عليه وسلم، وإنما كانت عبدة عنده صلوات الله وسلامه عليه. وأنجب منها إبراهيم ووصل إلى عامين من عمره ثم مات بعد ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم حزن عليه حزنا شديدا ولم يقل إلا ما يرجي ربه سبحانه وتبارك وتعالى. فزوجات النبي صلى الله عليه وسلم أمهات للمؤمنين، لا ينبغي أن تكون أما للمؤمنين واحدة ليست مهاجرة. فلذلك ربنا جعل له أن تزود ما شئت من المهاجرات، كذلك امرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. يعني أن المرأة تهب نفسها للنبي، لا يجوز لامرأة أن تهب نفسها لغير النبي صلوات الله وسلامه عليه. وإن فعلت لم يجوز له أن يتزوجها عن طريق الهبة، لكن للنبي صلى الله عليه وسلم حكم خاص. يقول ابن عباس رضي الله عنهما هنا: وأنزل الله سبحانه: يا أيها النبي إن أحللنا لك أزواجك اللاتي أتيت أجورهن. قال: وما ملكت يمينك، إلى قوله خالصة لك من دون المؤمنين. فهؤلاء الذين ذكر الله سبحانه أحلهن للنبي صلى الله عليه وسلم وحرم ما سوى ذلك من النساء. من الأحاديث اللي جاءت في قوله سبحانه: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء. ترجي من تشاء، يبقى هنا النساء إذا أراد أن يتزوج صلى الله عليه وسلم من امرأة وهبت نفسها له صلى الله عليه وسلم جاز له أن يتزوجها حالا، وجاز له أن يؤخر ذلك ويرجي. ترجي هنا بمعنى تؤخر، ولذلك فيها قراءتان: ترجئ من تشاء منهن، وقراءة ابن كثير وأبي عمرو ويعقوب بن عامر: ترجئ من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء. وقراءة باقي القراء: ترجي من تشاء، والمعنى واحد، يبقى هو من الإرجاء. وأيضا قراءة ترجئ هي القراءة الثانية لعاصم، قراءة شعب عن عاصم: ترجئ من تشاء، تؤخر من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء. يقول عروة بن الزبير: وسأل عائشة رضي الله عنها فأخبرت أنها كانت تعير النساء اللاتي وهبن أنفسهن لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا التعيير حرام، ما يجوز التعيير، ولكن اغتفر مثل ذلك في غيرة النساء، غيرة المرأة من صاحبتها من ضراتها. فكانت المرأة تهب نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، والسيدة عائشة لو بإيدها مش عايزة النبي صلى الله عليه وسلم يزوج غيرها عليه الصلاة والسلام، فهذه غيرة مغفورة
غير مغفورة اغتفرها لهن ربهن سبحانه تبارك وتعالى، واغتفرها لهن النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا من أحكام النساء ما يكون الدافع فيه الغيرة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يترك ذلك ولا ينهار عليه. فكانت السيدة عائشة إذا رأت امرأة تريد أن تهب نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم تقوم تقول لها: ألا تستحي المرأة أن تعرض نفسها بغير صداق على النبي صلى الله عليه وسلم؟ هنا ألا تستحي، هنا لا، لا تستحي، لأن الله أباح ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ليس من حق السيدة عائشة أن تقول ذلك، ولكن اغتفر لها ذلك من غيرتها، من غيرتها وحبها للنبي صلى الله عليه وسلم، فاغتفر مثل ذلك. فأنزل الله سبحانه وتبارك وتعالى: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك. يعني مش من حقك تقولي هذا الشيء. لما قالت السيدة عائشة، الغيرة دفعتها أن تقول ما لا ينبغي لها، فأنزل الله عز وجل يؤدبها بذلك، فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم: إني أرى ربك يسارع في هواك. يعني اللي أنت عايزه ربنا بالدهول، إني أرى ربك يسارع في هواك. وهذا أيضا مما يغتفر لها من كلام لا ينبغي أن يقال ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله لا يفعل شيئا إلا بحكمة، لا لهوى النبي صلى الله عليه وسلم ولا لهوى غيره، ولكن الله بحكمة أباح له ما أباح سبحانه تبارك وتعالى. وقد يحب النبي صلى الله عليه وسلم شيئا والله عز وجل لا يريد هذا الشيء فلا يكون. أحب أن يؤمن عمه أبو طالب، وكم بذل النبي صلى الله عليه وسلم من جهد حتى يؤمن أبو طالب، فقال الله سبحانه وتبارك وتعالى له: إنك لا تهدي من أحبب ولكن الله يهدي من يشاء. فهنا أن الله يسارع في هواه، لا 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 يكون، هذا كله بقضاء من الله وقدر قبل أن يخلق النبي صلى الله عليه وسلم. هذا قدره سبحانه أن يبيح له ما يشاء ويمنع ما يشاء سبحانه وتبارك وتعالى. من الأحاديث المتعلقة بالآية حديث السيدة عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستأذن إذا كان يوم المرأة منه، بعد أن نزلت هذه الآية: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك. كان نساء النبي صلى الله عليه وسلم قد أغضبنا النبي صلى الله عليه وسلم بعض مرة، أغضبنا النبي صلى الله عليه وسلم، طلبنا منه النفقة، طلبنا منه المتاع، طلبنا منه أشياء ولا يقدر عليها صلى الله عليه وسلم. فلما فعلنا ذلك غضب النبي صلى الله عليه وسلم. وبعدين زادت الغيرة بين النساء، بدأ يحصل كيد في بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، بقوا حزبين نساء النبي صلى الله عليه وسلم، حزب مع السيدة حفصة رضي الله عنها وحزب مع السيدة عائشة رضي الله عنها. هنا غضب النبي صلى الله عليه وسلم من الجميع واعتزل الجميع، جميع نسائه عليه الصلاة والسلام في غرفة الله. مكث على هذا الوضع شهرا 29 يوما، ثم نزل بعد ذلك وراجع أمر نسائه عليه الصلاة والسلام. وأنزل الله يؤدب نساء النبي صلى الله عليه وسلم بآية التخيير التي ذكرنا قبل ذلك: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. فخيرهن. هنا بقى الآية أدبت نساء النبي صلى الله عليه وسلم، خفنا من ذلك، فكل واحدة منهن طلبت النبي صلى الله عليه وسلم: وإني مش هطلب منك نفقة بعد ذلك، ومش هنعمل هذه الأفعال ثانيا. وخاصة لما أنزل الله سبحانه وتبارك وتعالى في المرأتين اللتين تظاهرت على النبي صلى الله عليه وسلم في أمرهما: عسى ربه أن يبدله خيرا منكن، نساء خيرا منكن، مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات سيبات وأبكار. يعني كان مش عاجبكم المعيشة، فالله عز وجل يبدل خيرا منكن على النبي صلى الله عليه وسلم. فخشينا من ذلك والتزمنا أحكام رب العالمين مع النبي صلوات الله وسلامه عليه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أباح الله له أنه الآن بعد ما كان القسم عليك واجبا، لا مش واجب عليك الآن، يبقى تأديبا لنساء النبي صلى الله عليه وسلم القسم الآن، ما تقسم بينهن إذا أحببت، ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء إذا أحببت ذلك أيضا. ولذلك يقول ابن جرير الطبري أن هذه الآية
ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، فيها عموم وأنها لجميع نساء النبي صلى الله عليه وسلم التي معه، وكذلك للنساء التي يهبن أنفسهن للنبي صلى الله عليه وسلم. يجوز أنه يؤوي من يشاء، يتزوج من يشاء ويترك من يشاء، ومن تزوجهن صلى الله عليه وسلم يجوز أن يقسم بينهن ويجوز أن لا يقسم بينهن صلوات الله وسلامه عليه. كان هذا تأديبا لنساء النبي صلوات الله وسلامه عليه. ومع ذلك كان إذا ذهب إلى بعض نسائه استأذن صاحبة النوبة، كما تقول السيدة عائشة رضي الله عنها: كان يستأذن إذا كان يوم المرأة منا بعد أن نزلت هذه الآية: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليه. أدب الجم عليه الصلاة والسلام إنه حتى وقد أباح الله له إن على ما تريده، عايز هذه الليلة مش عايزها، عايز الأخرى، ومع ذلك كان يستأذن نساءه: أكون عند فلانة هذه الليلة عليه الصلاة والسلام. فكان إذا استأذن السيدة عائشة أن يذهب لغيرها، فتقول السيدة عائشة رضي الله عنها وقد سألتها معاذة العدوية: ما كنت تقولين له؟ يعني لما يقول لك الليلة دي هروح لفلانة كنت تقولي له إيه؟ فالسيدة عائشة تقول: كنت أقول له: إن كان ذلك إلي فإني لا أريد يا رسول الله أن أوثر عليك أحدا. ولكن هي عارفة أن الأمر مش بإيدها هي، فالله قد أباح له ذلك، فهي كانت تقول: لو كان الأمر لي أنا لا مش عايزة تروح لحد غيري، ولكن أمر الله سبحانه تبارك وتعالى. بل كانت السيدة عائشة رضي الله عنها أمر إن حبها للنبي صلى الله عليه وسلم كان يجعلها إنه ماسكة في النبي صلى الله عليه وسلم، عايزة يبقى معها، فإذا أراد أن يقوم الليل لعلها تتمسك به صلى الله عليه وسلم، فقل: دعيني يا عائشة أصلي لربي. فقالت: إني أحب أن تكون معي ولكن أحب ما تحب، يعني أنا هواي أنك تكون بجواري، ولكن أنت تحب أن تقوم فتصلي من الليل فأحب ما تحبه. فهذه كانت معاملة النبي صلى الله عليه وسلم مع نسائه. ينزل الله عز وجل من القرآن ما يؤدب نساء النبي صلى الله عليه وسلم حتى ينتبهن للأمر الأعظم، وهو تبليغ ما أمر الله سبحانه: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.